طبعا انا هدي لحضرتك فكره ويمكن باينه هنا الحاجات على السكرين على تقييم الاداء بتاعنا خلال فتره العام الماضي لغايه النهارده انكلودنج الفتره الاخيره اللي يمكن حضراتكم شاهدتوا اللي فيها تحسن يعني ملحوظ في مجال استقرار تقديم خدمه الطاقه الكهربيه. الفتره اللي فاتت دي حوالي 3 مليار جنيه مصري، ده امتدادات وزياده كفاءه وخطوط نقل الكهرباء عشان نقدر نفرغ الوحدات الاضافيه اللي احنا بنعملها او حصلنا عليها من الاسراع بتنفيذ او استكمال المحطات اللي كانت تحت الانشاء، وايضا في جزء ثاني اللي هقول لحضرتك عليه اللي هي الخطه العاجله اللي احنا عملناها. نتج عن استكمال هذه المشروعات اضافه قدرات للشبكه في حدود 2500 ميجا وات. خارج الخطه الزمنيه كان ثلاث معدات او ثلاث وحدات انتاج كهرباء عملناهم في بدل في 31/5 يمكن في 3/4 شهر 6، يعني معناه الحمد لله كان الامور تحسنت جدا في عمليه الصيانه. طبعا الصيانه لها الدور الكبير بيلعب فيها كمان ايضا وجود الفلوس اللي بتقدر او القدرات الماليه اللي بتستطيع ان حضرتك تقدر تصرف عليها. احنا بنصرف في الصيانه تقريبا في السنه حوالي 10 مليار تقريبا. فطبعا الواضح طبعا الامور تحسنت في الفتره الاخيره بعد اعاده هيكله اسعار الكهرباء، وبالتالي يبقى في نوع من التحسن في الدخل القائم لقطاع الكهرباء، وبالتالي استطاع الامكانيات الماديه المتاحه قدرت تساعد بشده على ان الصيانه تتم في مواعيدها، وكان له اثر طيب جدا على الاستقرار واستمراريه التيار الكهربي بصوره معقوله قوي. الكلام ده حصل زي ما قلت في ابريل، في مايو كان عندنا 9 ايام. على فكره الايام كانت في مايو كده ما كانش منها الاختلاف، الا دايما كان بيبقى انقطاع الطيار او تخفيف الاحمال او انقطاع الاحمال عن بعض الاماكن كان نتيجه اعمال تخريبيه. يعني كان في ايام يعني لو حضرتك تشوف معظمها كانت اعمال تخريبيه، يوم واحد منهم كان عوامل طبيعيه، كان في عاصفه رمليه افترض فصلت خط 500 كيلو فولت لفتره من الزمن فكان انقطع التيار الكهرباء، احنا اعتبرنا ان ده برضو انقطاع، بس كان بقى المتوسط او معدل التخفيف بتاع الاحمال في خلال 9 مرات دول 9 ايام كان 207 ميجا. 207 ميجا ما حدش بيحس بيها، يعني حضراتكم ما بتحسوش، يعني ما يعتبرش ان ده اي رقم، يبتدي الواحد يحس ابتداء من 1000 وشويه 3000 بيبقى انتهى الامر، يعني فعلا احنا وصلنا لمرحله فيها نوع من الضيق الشديد للمستهلك.